مرحبا وأهلا بكم مطبخي. اليوم سوف أطبخ لكم شكشوكة. أهلا يا جمانة. من فضلك ما هي شكشوكة؟ يا محمد، على تعرف شكشوكة؟ هو طعام مشهور. هو طبق شعبي أصله من تركيا، ولكن تختلف تسمياته من بلد إلى آخر. في تركيا تسمى ساكوسا، وفي تونس تسمى شكشوكا. وهو طبق مشهور في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. جميل. طيب، ما هي مكونات هذه الوجبة؟ المكونات هي زيت زيتون، البصل، الطماطم مقطوعة، الفلفل الأحمر، والأسود، والبطونس، و أكيد بايت. وما هي طريقة التحضير؟ تسخن زيت زيتون، وتضيف البصل، المقطع، ثم تضيف الثوم وفلفل أحمر أو أخضر وتقلبهم جيدا. وبعد ذلك تضيف الطماطم الملح والفلفل الأسود وبعدين تضيف البيض مثلا 5 أو 6 وتاركه جيدا، ثم تضيف البقدونس وتاركه حتى ينضج البيض. وتقدم شكشوكة وهي سخينة. ويتم تناول شكشوكة كوجبة رئيسية للإفطار أو العشاء. بالإضافة إلى أنها تقدم كطبق جانبي أيضا. ما شاء الله، هذه الوجبة لذيذة جدا. نعم، شكرا يا شباب وشكرا يا جمانة. Not cool, Alan.